نجي ناخذ اللازانيا. ناخذ اللازانيا. اللازانيا راح تكون عندنا نصف كيلو، راح يكون عندي من اللحم. ورق اللازانيا اكيد راح نعرفكم عليه، راح تكون علبة عندي خضروات ناعمة اللي هي الجزر والبصل والفلفل الاخضر، الطماطم زائد معجون، يكون وياي كاتشب ربع كوب، شطة، زبدة، 50 غرام زعتر، 1 ملعقة يكون الفلفل الاحمر، البودرة ملعقة، ويكون عندي الجبن المبروش، يكون هذا الجبن المبروش. هسه نجي هنا عندي هنا الحشوة، راح نجي الحشوة. انا حمصتها شوية اللحم وذبيت للبصل فقط، وعندي هنا الحشوة الثانية اللي هي راح تكون للازانيا. نجي هنا نضيف شوية من الفلفل الأسود. اوكي حاضرين، ضفنا الفلفل الأسود، فلفل الأسود راح يكون موجود ويانا. عندي هنا بهارات الكبة، ضفنا بهارات الكبة شوية، تكون هي بهارات الكبة من الكركم والكاري والأكيد هيكون. هسه نجي هنا عندي راح يكون المعدنوس، نيرمين. نيرمين مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. نضيف هنا الكشمش. شلونك؟ كيف اخبارك؟ شلون اخبارك؟ الله يسلمك. تمام الله يخليك. شلونكم؟ والله ماشي الحمد لله. شلونكم انتم؟ الله يسلمك. العفو، شو شنو؟ طريقة التبولة. 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 اوكي باكر راح نشتغل التبولة. ماشي شكرا جزيلا. ايوه صح صح. على وبيش. شكرا لك. خلينا هنا شوية من الكشمش والمعدنوس، راح نضيف الملح. نضيف الملح، اكيد نحب نذكر ان هاي ديزاين رعاية مطابخ اسطنبول، اكيد هاي الاكلة اللي رافقنا الحلوة. عاد ايش رايك بالديكور؟ عاجبك؟ يقول عاجبني الديكور والكشمش الشكل هذا. ضفنا ابو محمد، ام محمد. الو الو الو، مساء الخير، رمضان كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ضيف هنا شوي من العرق حار. بس كيف طريقة الحشو مال البقلاوة؟ حشوة البقلاوة؟ ايه حشوة البقلاوة هي لو الفستق الحلبي المطحون، لو الجوز، راح نضيف وياه شوية دهن حر، ممكن نضيف وياه الشكر ونخبطه. ممنون أخوي. شكرا لك. شكرا. هاي تكون على الشاشة، تكون مقادير الجوز. راح نجي هنا، صارت عندنا الحشوة بهالشكل هاي. عيننا على هذا. نجي هنا خلصنا الحشوة، نجي هنا راح نضيفه. صارت عندي الحشوة ملوزة يا عدي. عدي انت لوز عدي. نجي هنا ما اسمع. ما محمود مساء الخير. السلام عليكم استاذ. مساء الخير استاذ. حبيبي رمضان كريم عيوني، شلونك؟ علينا وعليكم اجمعين ان شاء الله. اذا ممكن استاذ عباس، بس محتاج الطريقه مال الكيك مال المناسبات، يعني الكيك. الكيك الاسفنجي. اي الكيك الاسفنجي بس. أوه. المقادير بالتمام، يعني ما تنقص عليه شيء يطلع من تمام. تمام صار تأمرني. ممكن سلوم مقادير الكيك الاسفنجي؟ هذا مربك مشكور، اقول لك خدمتك.
شكرا لك. الكيك الاسفنجي اكيد راح يكون على الشاشه. خلينا ضفنا هنا اكيد اللحم والبصل، راح نضيف فلفل الاخضر. فلفل الاخضر ضفناه بهالشكل. نجي هنا نضيف الطماطم مقطعها ناعمه. قطعناهن وخليناهن بهالشكل هذا لحشوه اللازانيا اللي هي اسمها البولونيز. زهراء، يا زهراء مساء الخير، رمضان كريم. نضيف هنا الجزر، جزر المبروش. يا زهراء هاي تعرف طريقة لقمة القاضي. مساء الخير يا زهراء. مساء الخير علينا وعليك. ان شاء الله الله يخليك. رمضان كريم يا زهراء. لقمة ان شاء الله. ان شاء الله الله يخليك. يا زهراء شوية عصبية، ممكن سالم تطلع مقادير؟ لا لا مو عصبية لا. سالم اكيد راح اشوفك المقادير راح تكون على الشاشه لقمه القاضي. شكرا. عيونه عيونه لبيك، شكرا لك. ضفنا الجزر وراح نضيف الفطر. ضفنا الفطر. هاي راح تكون على الشاشه العوامات، راح تكون عندي اكيد طحين 1 كوب، زيت نباتي يكون عندي ربع كوب، راح يكون عندي الملح نشا ملعقة طعام، خمرة 1 كوب، يكون عندي سكر ملعقة طعام، فانيلا ملعقة، ماء دافي 1/2 كوب. بس نجي هنا خليناها بهالشكل هذا. راح نجي نضيف المعجون. ضفنا المعجون. بهالشكل هذا. راح نجي نضيف الكاتشب. كاتشب ضفنا للازانيا. راح نضيف فلفل الاحمر البودره يكون موجود يانا. شطه قلنا حسب الرغبه الشطه. يكون عندي هنا الزعتر وشويه عندي من النعناع الريحان الجاف العفو شويه ضفنا وياهم. حلو. عندي هنا زبده، ضفنا الزبده. وراح نجي نقلب نقلب هالشكل هذا. نقلب اكيد طعم الزعتر ضفناه، الريحه واللحم ويا الفلفل. علي 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 يا علي مساء الخير، رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم. شلونك حبيبي حبيبي الغالي؟ شلونك شو اخبارك؟ شلونك؟ الله يخليك. مرني كيف بس هاي ماجيت القيسي مكوناته القيسي؟ ايوه مكوناته هي والباذنجانيه. صار سالم ممكن القيسي اللي اشتغلناه قبل فتره. والله يعطيك يا مشكور حبيبي الغالي. يا فراس قيسي ممكن هسه حنطلع لك اكيد القيسي حتى تشتغل وبراحتك. كذا حيكون عندي طشان 400 غرام علوشه، حتكون عندي 100 غرام سكر، كوب لوز، راح يكون عندي الهيل والهيل موجود. نجي هنا ضفنا، راح نضيف من شويه الفلفل الاسود. ضفنا شويه من الفلفل الاسود. راح نضيف الملح.
ضفنا الملح هالشكل، هذا نقلب صارت عندي بهالشكل. راح نجي نضيف شويه من المي وياها، مي يكون عندي مي الدافي، ضفنا المي يكون عندي بهالشكل هذا. قلنا اللحم والفطر والفلفل والطماطم حبيبي، والله اليوم عايفنا عدي اصلا ولا يمي. الله 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 يا بس علي وقبل بس سده سده يا علي علي أحين حبيبي تاج الراس راسك دايم الله يخليك امرني بس الاذاعه مال الكيكه الاسفنجيه بس اسجلها تسجيل البعض بموبايل يصور ايش بك لحظه صغيره بس اسجلها صح صح ممكن سالم احطها لك يقول لك سالم تأمرني كيكه الاسفنجيه ممكن على الشاشه بس يسجلها بالورقه اكيد عندنا تكون عندنا الكيكه الاسفنجيه. نجي هنا عندنا خمس بيضات، راح يكون عندي طحين كوب كوب وربع، سكر كوب ونص، بيكنج باودر 2 ملعقه، فانيلا 1 ملعقه طعام، خل ابيض ملعقه طعام، بشور البرتقال اللي هو قش البرتقال ملعقه، راح تكون عندي وياه تكون وياي رشه الملح. رشه الملح راح تكون موجوده ويانا. نجي هنا أم فاضل السلام عليكم شيخ عباس وعليكم السلام شلونك؟ شلونك شو أخبارك؟ رمضان كريم رمضان الله علينا وعليكم إن شاء الله الله يخليك الله يحفظك عدي شلونك؟ والله عدي زين عدي شنو قصة وياه؟ ليش أجد عداوية مو خطية؟ آه شلون؟ ليش؟ ليش اجد عداوه ويا مو خطيه؟ لا لا ما عندي شيء والله بس هو على مود التمن الاحمر شويه خلافات عندنا يعني على التمن الاحمر. خطيه هو انا اليوم سويت التمن الاحمر بس مشكل. بعد شو تريد يا عدي؟ انا بس حبينا نسلم عليك. الله يخليك. سلام للكادر كله. الله يحفظك الله يخليك يقول لك الله يخليك الله يحفظك. عيوني نورتينا نورتينا الله يخليك. عندنا هنا ضفت الفلفل والبصل ضفناه بهالشكل هذا. راح نسوي سوب اللي هو سوب للكبه. نجي هنا عندي الجريش، نجي هنا نضيف اللحم ضفنا اللحم لحم يكون بدون دهن ضفنا وراح نجي نضيف فلفل اسود ونضيف العفو نضيف هنا سوده راح تكون عندي من الخاشوقه السوده ضفنا راح نضيف هنا ملح. نور من بغداد الو الو هنا عندي بهارات شلونك شلونك شو اخبارك؟ الله يسلمك يا عيوني كل اقدار الله يخليك الله يحفظك طبعا تحيات اهل العظميه كلهم لك شكرا 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 لك على راسي والله بالتحديد على راسي على راسي تسلم لي شنو هذا الاكل الطيب الله يخليك قدامك والله زين احنا هسه زهقت احنا نفطر لو نكمل صيام لا بعد ما بقى شيء بعد هو هذا مسوي لكم فطور انا والله لا حد تزلنا واحد مو مشكله ما انا صار اليوم شو مسوي؟ شو مسوي يا فطور؟ كلك ذوق كلك ذوق وهاي الاكلات بتخبل شو مسوي يا فطور اليوم؟ بيسوي لك برنامج الفجر شلون؟ سوي لك برنامج الفجر عادي قاعدين
والله ما عيني كلك بخشي في حطاك والله يخليك نور الشاشة عيوني نورك نورك ولا تقطع بالعيد خليك متواصل ان شاء الله لا شلون يا عيوني يا عيوني تحيات الرغبة خاتم كلها لك الله يخليك شكرا شكرا ليش نورتينا تسلم عيني تسلم الله يحفظك باي باي خبطنا بهالشكل هذا راح نجي هنا نضيف المي البارد ضفنا المي البارد اكيد ثلج مدمع يعني اعذروني على المقطع المي البارد اللي ناس شويه صايمين عدي والله هاي مشكله يحكون على عدي يعني مو ود المي راح نخبط بهالشكل هذا خبطنا بهالشكل من هنا نضيف مرة ثانية ونعجن بهالشكل أكيد ضفنا اللحم ضفنا بهارات الكبة وضفنا شوية من الكمون والفلفل الأسود والملح راح نعجن بهالشكل اوكي 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 نخليها شوي هيك ترتاح عندي هنا احب اذكر ورق اللازانيا راح يكون بهالشكل هذا ورق اللازانيا اللي هو موجود ممكن سوبر ماركت تبيعها تكون بورق اللازانيا نجي نضيف فوق الورق اللازانيا الزيت فروسي شلونه ضفنا ورق الزيت يكون زيت عادي ممكن زيت الزيتون راح نجي نضيف من المي الحار راح نضيف فوقه ضفنا من الماء الحار راح يكون فوق الورق حتى عندنا يكون تيخ صار عندي بهالشكل هذا صار عندي بهالشكل هذا شويه علي طباخ نجي هنا صار عندي الشكل راح نعوفه نخليه شويه يرتاح يعني راح كل الورق حتى يتيخ من المي الحار والزيت ليش خلينا الزيت الزيت حتى شنو ما ايش اسمه ما ضفنا زيت ما تلزق وحده بالثانيه هسه نجي هنا صارت عندي خليناها شويه تنقع بالمي الجريش صار عندي هيك اكيد الماء البارد يمي موجود احنا نجي نضيف فوقها شويه احنا قلنا الماء البارد حتى شنو تبقى العجينه عندي سلسه تكون سلسه العجينه ما تكون عندي قويه ممكن نضيف احنا الماء الحار يعني الماء العادي نضيفه راح تقوى عندها حصير طابوقه عندي صارت عندي بهالشكل نجي هنا سوينا خلينا البصل وشويه فلفل اخضر وشويه من الطماطه راح نضيف الكركم ضفنا كركم شويه من الفلفل الاسود ضفنا بهارات الكبه هالشكل عندي معجون راح اضيف المعجون هنا عندي عصير الليمون ضفناه راح نقلب هالشكل خلينا الفلفل الاخضر الحلو قطعناه اكيد خليناه موجود وياه نجي هنا شويه نغطيها شنو سديد يا سديد نجي هنا اكيد راح نضيف شويه من الملح نقلب هالشكل
راح نجي نضيف المي الحار راح يكون عندي هذا سوب الكبة. اكيد يكون ميمي مي حار حتى يعني السوب يفور حتى نشتغل الكبة ونخلي بيها. قبل من اليد قبل للجدر. حلو بهالشكل هذا يكفي. اجي هنا نغطيه. شوف الحشوة مالتنا مال اللازانيا اكيد جهزت عندي صارت بهالشكل هذا. راح نجي يا فروس راح نشتغل اللازانيا. نشتغل بهالشكل هذا. عندي هنا راح يكون عندي الورق بهالشكل هذا عندي. وعندي هنا البلانكون الثاني راح يكون موجود. نجي خلي البشاميل بهالشكل. سهل عليك فروسي. سهلت عليك والله. حلك هذا. هسه نجي هنا عندي هنا البشاميل ضفناه في الارضيه راح يكون بهالشكل هذا. راح نجي نخلي الورق. هسه شنو سيدي الامور؟ جواك الشريش. الشكل هذا. خلينا هاي الطبقة. راح نجي نخلي الشكل نخليه حلو الشكل هذا. نخلي اللحم والحشوة اللي سويناها صارت عندي هيجي. نجي هنا عند الجبن راح نرش شوية من الجبن. رش عشان الجبن. راح نجي ناخذ طبقة ثانية نخلي حلو. عجبتك فروس؟ هي ما تحبك الا زين. دي ادي رايك شنو؟ جاوبني. يعني حتى هاي فوق التمن احمر. صار عندي بهالشكل هذا. اجي هنا يكون عندي كريمه. ضفنا كريمة ضفنا منها قليل يكون سمو كاشون الحليب شوية طعم. بس بهالشكل نبلش.
ممكن احنا الورق حتى لو ما نقعه حيكون عندهم جيد. هالشكل احنا نجي نخلي اكيد جبن. نجي هنا إلك كلها إلك بالشكل هذا نخليه. ماكو مشكلة يعني حتى لو تتكسر بيدي ماكو أي مشكلة. بالشكل وبهالشكل هذا شفت شلون خلينا المي الحار وشويه الزيت تاخذ عدي بهالشكل صارت. اكيد جهزت عدي صارت هيك. راح نجي خلينا شوية من البشاميل راح نجي نضيف الجبن. ضفنا الجبن السديد. يا سديد ليش؟ حبيبي عندي شغل طيب. هسه صار عندي هالشكل هذا. راح نجي نخلي شويه من الزيتون. جهزت عندي صارت هيجي. راح نجي نضيفها بالفرن نخليها. نخليها تستوي بالفرن. حلو جينا ناخذ الكفوف نبدلها. حتى نبلش بالكبة مالتنا ما عندنا شيء بيه. يعني ما اعرف انا قبل فجأة بس زهراء مساء الخير رمضان كريم علينا عليكم. الله يخليك اجمعين. شلونك كيف؟ شلونك شو اخبارك؟ شلون امورك؟ والله على الله انت شلونك؟ ماشي الحمد لله. عمريني يا زهراء. زين البقلاوه ذاك يوم سويتها. ايه بس اريد اعرف مالتها العجينه سويتها زين نشتري هذا؟ موجود تلقيه بالسوق. عجينه البقلاوه تقدرين تشتريها موجودة بالسوق. شكرا. شكرا لك. واكيد احنا شكرا لك. راح نشتغل ناخذ يوم تكون فقرة كاملة لعجينة البقلاوة. اكيد هي متعبة وبيها شغل هواي. راح نجي ندوس الجريش مالتنا بهالشكل. صار عندنا بهالشكل. اكيد عدي وياي ونشوف شلون نعجن. بهالشكل هذا صارت عدي. نجي هنا ناخذ اكيد الحشوه موجوده.
جزء منها نسويها بهالشكل هذا. هسه صارت عندي راح نخلي شويه مي يكون عندي الكاسه حتى خلي يدينا شويه كنا بهالشكل بهالطريقة هاي. نجي هنا عندي الحشوة راح نحشي ندوس هيك عد الزايد راح نشيل الزايد وندوسه ندوسه شوية قوة حتى نطلع الهواء اللي بيها حتى ما تتفلش عندنا. هالشكل راح نضيفها للمي. تكون عندي حلو بهالشكل. عجبتك عدي؟ أكيد فراس هم عجبته وسالم بهالشكل هذا صارت عندي. نقدر قلنا نجيب نقول على الكبة السراي اللي هي نفس هاي الكبة السراي. احنا هاي الحشوة ممكن نسويها على شكل دعابل دعبلة اللي نريدها احنا تكون الحشوة أكبر أحجام اللي نريدها نسويها بهالشكل هذا ونسوي شلون هسه هيجي على بهالشكل بس حشوه ونخليها بماعون ونجمدها. ورا ما نجمدها راح نطلعها وهي جامده نخليها نحشيها بالجريش هذا حتى تكون عندنا الكبه السراي تكون ما بيها هواء تكون حلوه. راح نجي نكمل بهالشكل أو النار مالتنا لان كل ما نضيف لها من الكبه تبرد عندنا. هسه علينا النار عليها صارت عندنا. نجي نلف بهالشكل هذا هالشي نشوف عيننا على اللزانية خليناها. الله ما ادلكم شنو صار. شنو قصة فراس هسه الشكل الله حكتني هالشكل هذا الشكل هذا نخليه ونحشيه. اكيد الميه منه راح يكون موجود والعجينه تكون عجنتها حلوه يعني بالمي البارد نقدر نتحكم بيها. صارت عدي بهالشكل. نجي نخلي دينا بالماي حلو. وبهالشكل هذا. نادية مساء الخير. رمضان كريم دام الله حيلك. هارك يسعد عيوني. الله يخليك شلونك شو اخبارك انت؟ اليوم شو مسوي فطور؟ اليوم احنا وزعنا كل من مات عظم الله اجرك. الله يخليك مأجورين مأجورين مأجورين. كل من مات وقجال. وعدي يقول لي خلي تجيب لي عدي معون. نتعين عليه والله. يقول اريد معون.
يقول شنو انا ما مشمول بالثواب؟ يقول ليش؟ لا ان شاء الله ان شاء الله تجون وعلى راسك. يسلم راسك يا طيبه. الله يخليك. الله يخليك حبيبي. عيوني عيوني. هلا بيك هلا بيك. هسه والله انا افضل ان لا تحكون وياي. كلها الا انا هسه نجي نشتغل بهالشكل حتى اجي الراس. اكيد نجي هنا نضيف هالشكل هذا. ايش قد فروسي باقي؟ قد باقي. حلو يكون اللون نيلي هالشكل. اكيد هسه راح نرجع نسوي هالشكل. نلف دخلي يجي هسه هو بعدين يجيب لك. هقول لك خليه يجي هسه هو بعدين يجيب لك. اي والله اي انا افضل هيك يا صارت عندنا هالشكل هذا والسوب مالتها. نجي هنا هالشكل عنا على اللزانيا مالتنا. ما احكي لكم اللزانيا شنو؟ أم علي مساء الخير رمضان كريم. السلام عليكم شلونك شيخ عباس؟ وعليكم السلام شلون الشخبار؟ رمضان كريم عليكم وعلينا إن شاء الله على الجميع. إن شاء الله. الله يسلمك الله يخليك. الله يحفظك. عمريني. أقول لك عيني بسرد بس أعرف هاي هسه سويتها اللزانية والبشاميل وهاي ما فهمت المقادير مالتها وهاي. بس أطلعها على الشاشة. صار صار. تمريني صار تمريني وحطيت اياها على الشاشه. ممكن رحم الله والديك. سالم يا فروس عيوني امي اكيدك على هذا الاكل الطيب ولو احنا ما ضايقين بس نريد نعرف يا مطعم انت وين يا مكان. ان شاء الله ان شاء الله الكنترول راح يقول لك اني وين ان شاء الله. هسه راح نجي نشتغل بهالشكل هذا. حلو فروسي خوشته والله. ان شاء الله ونلف بهالشكل هذا. عدي تعال ساعدني انا ما يصير يا عدي يعني تعال ساعدني الف كبه سوي فشي. عدي اللزانيا حتكون عندي لحم نصف كيلو ورق اللزانيا واحد علبه حيكون عندي خضروات ناعمه جزر بصل فلفل اخضر يلي خضروات والطماطه زاد معجون طماطم يكون 3 ملاعق كاتشب ربع كوب شطه تكون عندي حسب زبده 50 غرام زعتر 1 ملعقه يكون عندي فلفل احمر بودره ويكون عندي 1 ملعقه وجبن المبروش. احنا الله الله ام زينب. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا ام زينب. بلا زحمه اخويا هذا الحشو اللي قاعد يسوي فيه بالكبه شنو هذا شنو خليت ويا اللحم؟ الحشو هذا حيكون عندي هذا الحشو لحم مثروم. اي ضفنا شويه من الفلفل حمصناه شويه على بالطاوه خليت له من البصل شويه بصل ناعم ضفت له شويه فلفل اسود شويه كمون ضفت له شويه بهارات الكبه اللي هي موجوده ممكن شويه ملح نضيف له وضفنا الكشمش وياه والمعدنوس. شكرا شكرا جزيلا شكرا, شكرا شكرا نورتينا يا غاليه. نجي هنا اكيد ما بقى عندنا شيء بهالشكل هذا. اكيد ننتظر اللازانيا ننتظر
كبه اكيد صارت عندنا تخبل، سوينا السوب مالتها الكبه. بهالشكل هذا ضفنا. راح نجي نشوف الكبه. صارت عندي لوز. لوز يا لوز. اكيد عدي لوز. صفا. يا صفا من بغداد، مساء الخير، رمضان كريم. شلونك شيف؟ شلون شو اخبارك؟ والله عاشت ايدك على هذا الاكل الطيب. ويدك ويدك. انت سويت الصاج بس العجينه ما سويت، العجينه ما سويتها. خبز الصاج؟ اي خبز الصاج. احنا ممكن احنا قلنا اكو امور احنا شويه تحكمنا بالوقت، يعني بالوقت وخلينا نقول بالمكان. الوقت اللي هو هسه مثلا حكيت انا على عجينه البقلاوه يراد لها حلقه كامله، عجينه البقلاوه نشتغلها صحيح. نعم. يعني لو نشتغلها لو ما نشتغلها تجي على عجينه هي الصاج، عجينه هي سهله صح سهله، بس يكون البريمز مالتها ويكون البوجه مالتها موجوده لازم، واحنا نشغلها يكون مختلف. واكيد ان شاء الله احنا برو الايام ان شاء الله نشتغلها ان شاء الله. انت بيا مطعم تشتغل على هذا الاكل الطيب؟ شكرا لك. ممكن احنا الكنترول راح يقولوا لك اني وين بيا مطعم اشتغل. عندك سؤال يا عيوني؟ شكرا شكرا لك عيوني، اكيد وياي منتصل فراس الراوي من الكنترول. امرني يا فروس. هسه نجي هنا. صارت عندي اللي لوز. احنا السوب ممكن نتحكم به. عماد من بغداد. الو يا عماد، رمضان كريم. قطع الاتصال من عماد. نجي هنا اللازانيا، اكيد جاهزه تعدي اللازانيا وصارت جاهزه. والله منور ماخذ الوصل مالت ام هاجر. انا خي. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس اريد اسال على عجينه الجريش، تخلي ويا برغ ولا بس الجريش؟ لا بس بس الجريش. بس يعني الجريش. بس الجريش وحده؟ اريد اطلعها غير. بس الجريش، بس الجريش ضفنا. ايه بس الجريش، يعني عجينها لا اخلي برغ وياها وجريش. عيوني خلينا بس الجريش وخلينا وياها قلنا ربع من اللحم. ايه ربع من اللحم. ممكن تاخذين المقادير على الشاشه حتكون تريديها؟ ايه عادي، انا خليت لحم وخليت وياها لي وخليت وياها يعني المواد كلها. لا لا مو لي مو لي مو لي، يعني ما تخليه وياها لي؟ لا بس الجريش ويكون اللحم احمر بدون لي، راح نخليه وياها ان شاء الله. زين ليش ما تخلي ويا المرقه؟ تريد ويا المرقه وحمص؟ ويا انا نحكي على هاي، انت بعد انت شو تحبين يعني؟ هسه انا اليوم سويتها هاي المرقه. ايه نخلي وياها تريد ونخلي وياها حمص. ايه هاي بالعافيه بكيفك انت. بس السوق مالها ثخين طيب. ايه طبعا يكون ثخين اطيب، بس احنا ممكن احنا نحب الخفيف يكون خفيف او ان شاء الله. انت قلت لك انت تتحكم. شكرا. لا بالعكس نورتينا. شكرا 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 لك. احنا نقول على السوب ممكن احنا نتحكم به، ممكن نسوي بها سباكيتي، ممكن شعريه، ممكن نخليها بالشوربه، ممكن نجمدها، ممكن نقليها، ممكن 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 وتصير عندنا كبه اصيله. راح نجي عندنا اكيد واللازانيا. اكيد راح تكون عندنا الشكل هذا. صارت عندي الشكل هذا. صارت عندي
بهالشكل هذا يكون عندي صارت عندي اللازانيا بهالشكل هذا. احنا نحب اني بالنسبه لي اطلع اللازانيا من الفرن اخليها مده 10 دقائق على صفحه، خليها شويه تبرد والمكونات اللي فيها تجمد، نقول يكون بهالشكل هذا، يكون عندي هذا اللي هو الدهن مال اللحم والهاي يكون عندي بهالشكل. صارت عندي هنا عندي اكيد جهزت اللازانيا صارت بهالشكل هذا. راح نجي للكبة، كبة كبة عدي يموت على الكبة حلو معزوفة حلوة كانت. هسه راح نجي هنا ونخلي الكبة صارت عدي حلو. نجي هنا نضيف سوب، سوب على مهلك سوب هسه نجي هنا صارت عدي جهزت عدي الكبة بهالشكل واللازانيا الحلوة صارت عدي بهالشكل هذا. اكيد جهزت عدي الكبة وجهزت عدي اللازانيا صارت عدي بهالوضعية هاي. اكشي ناخذ خلي شوية صارت عندي هالشكل هذا. والله عدي انت عدي فد ولد والله غير احب العدي يعني. اكيد جهزة عدي اللازانيا والكبة الحلوة مثل اكيد عرفتوا شلون الكبة تصير. شكرا لكم وان شاء الله باكر راح تجيكم حلقة جديدة وطبخة جديدة. رمضان كريم وفطار وشهي وباكر ان شاء الله اكيد حتكون طبختنا. باي باي.